هل نتوقع المزيد من العمليات القادمة نتيجة للذئاب المنفردة التي جعلت من خطاب الرئيس الفرنسي مبررا لها لقيامها بهذه العمليات؟ أهلا بك، تحية لك ولضيفك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي بأن الفترة القادمة ربما تشهد مزيدا من التوتر، هنالك حالة من الاحتقان سارت خلال الأيام القليلة الماضية، سواء بسبب إدارة الإليزي لأزمة الرسوم الكاريكاتيرية، وكذلك أزمة العملية الإرهابية التي حدثت قبل عدة أسابيع أو قبل أسبوعين والتي راح ضحيتها أستاذ للتاريخ. أيضا الحقيقة حالة التحريض التي شهدناها من قبل سياسيين وزعماء على مستوى العالم الإسلامي، ونتحدث عن السيد رجب طيب أردوغان على وجه التحديد الذي حاول استغلال هذه القضية، وتم توجيه الضخ الإعلامي والوسائل الإعلامية التي تتبع له باتجاه الحقيقة المسلمين في كل مكان والمسلمين المقيمين في فرنسا، وبالتالي كل ذلك أدى إلى حالة من الاحتقان على مستوى الشارع، وأدى أيضا إلى حالة من التوتر، وبالتالي لا نعدم أن نرى بعض الانفلاتات الإرهابية إذا شئت عبر أشخاص مؤدلجين بشكل كبير، وأيضا ربما عبر تنظيمات إرهابية لم تختفي تماما من الساحة سواء على المستوى الأوروبي أو على المستوى الفرنسي. كل ذلك الحقيقة يدفع إلى مزيد من التشاؤم في قادم الأيام. طبعا نحن نتوقع أن هنالك سياسة أمنية، وخصوصا أن وزارة الداخلية الفرنسية خلال 48 ساعة الماضية حذرت من عمليات إرهابية، وبالتالي يتوقع أن تكون هنالك إجراءات أمنية مشددة خلال الفترة القادمة، وربما نشهد أيضا أعمالا إرهابية للأسف الشديد على يافطة ما يتم الحديث عنه حاليا من الإساءات ومن الحالة السياسية بشكل عام الموجودة في فرنسا، وخصوصا التصريحات التي تنسب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كل ذلك الحقيقة وحالة التحريض المستمرة الحقيقة من قبل وسائل الإعلام أيضا في العالم الإسلامي الموجهة ضد الجانب الفرنسي بشكل عام، وبالتالي يمكن أن نشهد أن هنالك حالة صراع وحالة احتدام في الخطاب السياسي، ولكن ولذلك بالتأكيد آثاره السلبية على المجتمع، على الجالية وعلى المجتمع الفرنسي. الحضور الإسلامي في فرنسا ليس حضورا طارئا أو حضورا حديثا أو حضورا قليلا، إذا شئت نحن نتحدث عن ملايين السكان الفرنسيين من الذين يتبعون الديانة الإسلامية، وبالتالي هذا التحريض المستمر لا شك بأنه وجد أثره الآن، وبالتالي نحن أمام مسألة غاية في التعقيد، لها جانبها الأمني، لها جانبها السياسي، ولها جانبها الإعلامي، ولها جانبها الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي هذه مسألة معقدة للغاية، ولا يبدو أن هناك لك أفق للخروج من هذا المزق إذا شئت ومن هذا التحريض الإعلامي في قادم الأيام، خصوصا بسبب الاستغلال السياسي من قبل عدة أطراف، اليمين المتطرف هنا في فرنسا أيضا، اليمين الشعبوي المتمثل بالسيد أردوغان، وبعض الإسلام السياسي وخصوصا وسائل إعلامه وحضوره على وسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك الحقيقة يؤثر بشكل سلبي على حالة الاستقرار الموجودة في فرنسا، على حالة السلم الاجتماعي الموجودة في فرنسا. طيب، في هذه الحالة أو في هذه الحادثة يبدو أن المشتبه به ما زال على قيد الحياة، وهنا أيضا ربما تساؤل مهم، إلى أي مدى يشكل وجود المشتبه به حيا أهمية كبيرة في معرفة تفاصيل هذا الحادث وارتباطه سواء كانت بذئاب منفردة أم بجماعات إرهابية؟ من الناحية الجنائية أعتقد أن لذلك أهمية بالغة، ذلك يوفر الكثير من الجهد والكثير من الوقت في إجراء التحقيقات اللازمة، ربما عكس بعض القضايا التي شهدناها خلال السنوات الماضية، في معظم الأحيان كان هنالك قتل أو دخول في مواجهة، وبالتالي يذهب المنفذون الإرهابيون، يذهب ضحية لعملية تبادل إطلاق النار على سبيل المثال، ولكن في هذه المرة الجاني مرتكب هذا الهجوم ما زال بين يدي قوات الشرطة الفرنسية، وبالتالي ذلك يسمح إلى حد ما بإجراء تحليل أكثر عمقا في هذه القضية لمعرفة دوافعه ومعرفة خلفياتها، ولكن يعني ذلك لن يغير كثيرا من الصورة، لأنه في نهاية المطاف هنالك ربما إدراك مسبق لحجم الأزمة وللأسس الأيديولوجية التي ينطلق منها معظم هؤلاء. هذا على الأقل ما تشير إليه تحويل القضية إلى المدعي العام الخاص بالإرهاب، وبالتالي هنالك تطور فرنسي منذ البداية قبل حتى الاجتماع بسبب ملابسات هذه العملية، كونها أنها حدثت في كنيسة، كون أن الشخص كان يصيح الله أكبر،
كون أيضا الظروف السياسية والاجتماعية التي تمر فيها فرنسا في هذا التوقيت. لا باعتقادي أن كل ذلك أصبح مفهوم سواء بالنسبة لقوات الشرطة الفرنسية، طبعا هذا لا يمنع ولا ينفي ضرورة الوصول إلى كافة الحقائق وضرورة إجراء تحرير محمد وضرورة معرفة من ساند ومن ساعد هذا الشخص سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. طبعا الحقيقة الحديث عن الذئاب المنفردة وهذا المصطلح الذي تم استخدامه على امتداد السنوات الماضية لا ينفي أن هنالك إمكانية بالفعل لوجود خلايا نائمة مرتبطة بتنظيمات إرهابية موجودة في الشرق الأوسط. صحيح أن هنالك قضاء أو يكاد على تنظيم داعش الإرهابي في كل من سوريا والعراق في أماكن تواجده في الشرق الأوسط، ولكن هذا القضاء ليس قضاء مبرما من جهة، وأيضا التنظيمات الإرهابية من الناحية الأيديولوجية ربما تستمر في وجودها على الأرض، سواء طبعا نحن نتحدث عن القاعدة عن داعش عن تنظيمات إرهابية أخرى، خصوصا أن كما تتحدث وزارة الداخلية هنالك بعض الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة عبرت أو طلبت إقامة أو مهاجمة المصالح الفرنسية، وبالتالي كل ذلك ربما يقع في خلفية الصورة لهذا الهجوم الإرهابي طيب. الذي يزيد الأمر تعقيدا على مستوى الساحة الفرنسية. اتضحت الصورة سيد رامي الخليفة العلي الكاتب السياسي.